السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله الكريم. اليوم هذا الفيديو رقم 2، تابع للفيديو السابق اللي هو خاص بفيزيت نيكاراغوا. وكما قلت وعدتكم، قلت لكم لازم نشوفوا شركة الطيران الناقلة إلى نيكاراغوا. بعد ما درت بحث شفت يعني طبعا شركات دولية كثير يعني تنقل المسافرين إلى نيكاراغوا، لكن احنا حبينا ندوروا أو نبحثوا على الأفضل الشركات اللي ما يكونش فيها ترانزيت. بعد بحث طبعا الشركات العربية اللي هي من ضمنها القطرية والإماراتية، طبعا هذو شركات كبيرة كثير وتشتغل على أغلبية الدول في العالم. بالنسبة للسعر الأفضل هي التركية. في الوقت الحالي باعتبار كان COVID-19، التذكرة راح تكون من 1600 إلى 1600 أورو، غالية كثير. فيستحسن إنكم يعني تصبروا شوي لغاية ما تفوت هذه الأزمة على خير إن شاء الله، مدة 3 شهور أو 4 شهور بإذن الله تكون انتهى هذا الكورونا، انتهت ترجع الأسعار إلى طبيعتها. وفي نفس الوقت الفترة اللي تكونوا راح تسافروا فيها دائما تختاروا لو سيزن، يعني الفترات اللي تكون فيها التذاكر أقل ثمن، يعني التذاكر تبدأ رخيصة في فترة الشتاء والربيع، في بداية الربيع، لكن تجنب الصيف والأشهر الثانية من الربيع، مثلا أبريل وماي ما تحجز فيهم. دائما ننصح الحجز التذاكر يكون فترة أقل شيء شهرين. وفي الصيف دائما الـ4 أشهر دائما أنا لما كنت نحجز لي ولا لزبائني أختار لهم الفترات المناسبة يكون فيها أقل سعر، ونبحث دائما نبحث على أحسن الشركات وأقل سعر. فبالتالي حبيت نقول لكم على الخط تاع تركيا، ممكن طولت عليكم اسمحوا لي. بالنسبة للرحلة إلى تركيا يعني الديبار راح يكون من أجي، طبعا الرحلة تكون من الصباح، تكونوا في إسطنبول وضروري حتبات في إسطنبول، وثاني يوم الرحلة حتكون أجي إسطنبول بنما ايربورت. كرامة توصل إلى بنما عليك إسكال، ومن بعد إلى ملاغوا، هذا مطار ملاغوا اللي هي عاصمة نيكاراغوا. قلنا أجي إسطنبول بنما ملاغوا، عندك تو ترانزيت. أوكي، نشوفوا هنا معنا، هذا هو السيت اللي نخدم عليه، دخلنا على السيت أو البلاتفورم تبع لا تركيش. نقول هنا أجي، أوكي، كود آياتا إم جي إي اللي هو أيربورت ملاغوا. نختاروا ديت، نقول مثلا اخترت انا يا مارس 12 مارس مثلا. الغوتور راح يكون بعد شهر ابريل مثلا، 8 ابريل. سيرش يجي فامي ايغور. في الوقت الحالي راح الموقع مغلق، اللي يحب يدخل على الخطوط التركية بإمكانكم إنكم تشوفوه. راح نخلي لكم أيضا الكود تبع ملاغوا، مطار نيكاراغوا اللي هو MG. كما قلت لكم راح نخلي لكم الكود تاع ايربورت نيكاراغوا في صندوق الوصف. ما عليكم غير إنكم تدخلوا للخطوط التركية تركيش أونلاين. في نفس الوقت راح نترك لكم الرابط تاع تركيش اونلاين، تبحثوا بنفسكم حتشوفوا. من شوي كان مفتوح الخط ومن بعد تم اغلاق البلاتفورم هذايا. ان شاء الله تكون الامور واضحه، ما عليكم غير انكم تشوفوا احسن خط
اللي هو على تركيا ممتاز كتير وما فيهش إسكال. عفوا، هذا الخط الأفضل اللي فيه تو إسكال أو تو ترانزيت وما يطلبش منك فيزا باعتبارك راح لدولة نيكاراغوا. مع الذكر أثناء حجز التذكرة، رجاء نصيحة مهمة جدا باعتبار للأشخاص الذي ليس لديهم تأشيرة تركيا، أثناء حجز التذكرة أو في المطار نفسه أو تحجز تذكرتك من الخطوط التركية رأسا تسأل، لأن تسأل باعتبار ما نيكاراغوا من غير تأشيرة، تسألهم بأنك أنت رايح النيكاراغوا، وطبعا هي بدون تأشيرة فهل يسمح لي بالعبور أو لا؟ وأظن إنها أكيد حيسمح لك، لأن باعتبار التذكرة راح تفوت 20 مليون في حالة لو كانت 1000 يورو. بإذن الله إن شاء الله تكون رحلة موفقة، وإن شاء الله تكون الأمور يعني كانت واضحة، وإذا في أي سؤال تفضلوا ما تردوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.